نستقبل مروان البروكي أيضا من إيطاليا، عضو مجلس الإدارة. كابتن مروان، أهلا وسهلا بكم، مباركوا لكم هذا الفوز، اشتغلتم فنلتم. مرحبا أخويا مؤيد، الله يبارك فيك، ومرحبا بكم ومرحبا بكل الكباتن اللي معكم في الاستوديو. والحمد لله، فضل من الله، شغل مجلس إدارة بالكامل ما راحش هباء، فخدمنا اليوم لأجل هذا اليوم، خدمنا موسم كامل لأجل هذه اللحظة، ووفقنا ربي في مشوارنا، وباش نكونوا وراء نادي النصر رجال، ونفرحوا شعب النصر في كل أرجاء ليبيا. طيب أعطينا الأجواء كيف تبدو الآن، يعني هل خفيتوا شوية هيك الضغط على اللاعبين، في نوع من الأريحية، ولا ما زال التركيز على الجاي؟ والله هو لا، الحمد لله، أكيد الضغط لا إراديا حيخف على الكل، الضغط على كامل البعثة، والأمانة كان اللاعبين في تركيز كامل، وكان فيه تنفيذ لكلام الكابتن أسامة الأحمادي. أسامة الأحمادي ديما ما يعاود في كلمة، يقول هبي 15 نقطة، وتو احنا نقولوا جن ال 12 نقطة اللي هن تو جن الفريق، وليش لا لو جن باقي النقاط، ونفذنا الكلمة 15 نقطة بعلامة كاملة. لكن الأهم والمفيد هو حصول البطولة، والحمد لله البطولة روحت. طيب البطولة روحت، أنت كابتن مروان لو خيروك الآن بين التواجد في روما ولا التواجد في البركة، وتحديدا بنغازي، وين تمشي؟ وين تختار؟ بصراحة فاتك الجو غادي، ها؟ الجو لعبد الله من عيال التربونة، فالجو غادي له طعمة خاصة، بالذات تحت الكوبري يا أخوي بوية، تحت الكوبري هذه عندنا نكهة خاصة نادي النصر. فلكن للأمانة مع الأبطال هنا، حتى هي حتكون تاريخية في بطولة من وسط روما، بطولة كانت طويلة شاقة وبطولة صعبة، والحمد لله من أول يوم اشتغلنا فيه، كم بدينا بالصدارة وختمناها بالتتويج. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق كابتن مروان البروكي، وألف مبروك مجددا هذا الانتصار الكبير.